طب ما انت عملت مداخله مع عمرو اديب. شفت قلت فيها ايه؟ طبعا في كلام منه كان يأذيها. زي وفي كلام وفي كلام انت فيه ما سترتش عليها. طب بالعكس تخيلي طب قولي لي ممكن تقولي ايه الكلام اللي ما سترتش عليه فيه؟ لا هي الطريقه كلها ما كانتش لطيفه. بالعكس. يعني هو هقول لك على حاجه بقى. هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه اوريكي ازاي الناس بتفسر الكلام ده من بره سطحي جدا. انا عمري ما دفعت يعني الناس ما فكرتش ليه انا اول مكالمه عاملها بتكلم فيها عن شيرين وهي في موقف قوي جدا وطالع في المكالمه ويسال فيها الاستاذ عمرو اديب انه هو انا ما كنتش هطلع خالص ابدا انه قال لي انت دلوقتي ليك دور لازم تعمله لو رجعتي المكالمه الكلام اللي الناس اعتبرته نيجاتيف هو اصلا كلام بوزيتيف جدا زي لما قلت لها انا اتجوزت شيرين ما كانش عندها فلوس انا مش قصدي ان انا اقول ان هي ما عندهاش فلوس لا انا قصدي ان شيرين بني ادمه كريمه لدرجه يعني مش ساذجه ما بتحسبهاش لدرجه ان اللي حواليها كانوا واخدين كل حاجتها عشان كده بعتها عنهم لا انا بعتش لا بس عايز اقول حاجه انا مفيش غير شخص واحد في الحياه مش هقدر اقول اسمه يعني تفسيرات بعد المكالمه بصي لما انت في ريليشن شيب لا قلت له وانا عمري في حياتي ما قلت لشيرين انجلش مش انجلش عشان انا ما عمري ما قيمت الناس هي بتتكلم عني لغه حلقت شعرها يا حسين هقول انا مش المفروض احكي الحكايه دي حلقت شعرها هو انا مش المفروض عارف يعني ايه ست تحلق شعرها هل انت عارف ان ده باتن بجد باتن بيكرر عندها عند الغضب بجد عارف انا لو حكيت لك الموقف يعني ده مش اول مره لا مش اول مره والباتن ده بس انا مش المفروض اقول الكلام ده عشان هي دي اسرار بس انا هقول لك يعني احكي لك الموقف ده مثلا ايه اللي وصل لكده بالمختصر من غير ديتيلز عشان ما بحبش احكي ديتيلز حصل بينا مشكلة عبيطة جدا 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 وزي أي ست أي تطلقني. فأنا بقى إيه؟ قلت لها طب قومي البسي يلا عشان ننزل نتطلق. قالت لي أنا ما بنزلش، هاتي المأذونة، أي تركيب بقى. كنا متأخرين الساعة 3 4 الصبح كده. هي افتكرت إن أنا بجد بقول لها البسي أنزل رايك. فهي داخلة الحمام أنا افتكرت إن هي داخلة تغير. اتأخرت شوية. طلعت لما طلعت كده أنا أغمى وقعت على ركبي في الأرض إنه مش مصدق إن ده رياكشن للأكشن ده. طب انت هتسيبني؟ طب اهو. ده نوع من انواع التعبير عن الغضب وده اللي اتفقنا عليه انا وهي ان لا ده ما ينفعش يحصل. اولا ما ينفعش اذي نفسي عشان اعرف نفسي ان قدامي انا غضبان. ما ينفعش ده يحصل. يعني انا كنت بقول لها طب كنت احرقي لي انا شعري. طب كنت مثلا يعني انت متضايقه مني رديها لي انا بس مش عشان تعبري توريني قد ايه انت زعلانه فتروحي مضحيه بحاجه غاليه جدا عندك عشان تقولي لي عشان تقول لك انا قد ايه غلطانه اني اخترتك. عمرك ما شفتها كده؟ طيب اللي يوصل للمرحله دي يرجع بعد شهور عشان طب واللي يتهان بالشكل ده يرجع بعد شهور؟ عمري ما هنتست عمري ما هنتست انت تهند؟ لا انا بقى بصي هقول لك ده على التليفون هقول لك معلش مع احترامي على التليفون هي استاذه لميس الحقيقي مع التقدير ليها انا شايف ان ده خطا كبير جدا هي اخطاته لان لما كانت بتتكلم في المكالمه كانت بتتكلم كانها عايشه معانا وكانت بتقول كانت منحازه لطرف يعني مفيش حسين تاني يعني خلاص حضرتك تعرفي ايه اللي بينا هل انا رديت عليها هل انا كلمتها لا انا عمري في حياتي ما هين ست ولا ارد عليها لا انا قصدي انت لا انا بكلمك عن شخص تاني اللي اتوجهت لك انت أرد عليها. عارف يعني زي ما هي ازاي رجعت بعد ده طب انت ازاي رجعت بعد الاهانات والاتهامات اللي بالحجم ده عشان انا عارف مين شيرين هل انا مستعد اتخلى عن شيرين عشان خاطر هي زعلت ناس مني اللي اعراسه واضحه بيحسس عليها طيب انا بصراحه اخد عليك في اللي حصل حاجه واحده طبعا قولي انا شخصيا قولي وقت ما طلعوا اهلها اتكلموا انت طلعت قلت وهي معايا كانت متعالجه وما كانش فيه الكلام ده ودلوقتي انا اتفاجئت انها في الليفل الرابع انا مش فاهم ده اخوها اللي قال كده انا بقول ازاي اخوها يقول حاجه زي كده هو عارف من فين يعني هو يحكم من فين هي في اي ليفل ولا هي يعني اصلا بالعكس انا قلت لا ما قلتش كده قلت في الوقت اللي هو عمل فيها كده هي ما كانتش في اي حاجه بيتكلم بيقول عليه ده انت قلت يعني ان انت سبتها ممكن احكي قصه قلت له يا استاذ عمرو المصيبه ان هم عملوا فيها كده في الوقت اللي هي فعلا ما بتعملش كده خالص يعني ده منتهى الظلم الحقيقه لو عايز تعرفيها هم عملوا فيها كده عشان يعرفوا ان هي ناويه ترجع لي. هو طار بينهم وبيني مش عارف ليه. عملوا فيها ايه؟ ان هي اتاخدت وراحت دخلوها مكان وكذا؟ طبعا ده مش حقيقي، بدليل ان هي خرجت طار ده علشان هم شايفين هم كمان ان انت بعتها عنهم وبعتهم عنها. لا بالعكس انا اللي صرحتها عليهم. انا لما اتجوزت شيرين كانت قطع مع اهلها. وانا اللي صرحتها عليهم. وشيرين حذرتني ما تقربش ما تصاحبش خلي بالك كنت بقول ايه مقفوره قوي؟ ليه؟
هو كويس، ايه المشكله في ايه؟ انت قلت انك اتطلقت عشان تبعد عن البيئه المحيطه بده، محيطه بيها اللي هو بيها بالظبط، وعن هو الطريقه اللي هي عايزه تعيش بيها. ايوه اللي هي ايه بقى دي بقى، ده كلام مهم بقى. لما بعيش في اتموسفير انا شايف الضرر، هو كل بني ادم بيكون جوه سيركل هو حبيبها وصعب قوي عليه ان انا اروح اقول له مثلا صاحبك الفلاني قريب قوي منك ده مثلا بيضرك، او مش هيستوعب اول حاجه، تاني حاجه هيفتكرني عايز ابعده عن الناس. فاضطريت ان انا اعيش كتير في اتموسفير انا شايفه مش هيلثي، لان هم ناس وفي الاخر هم وصلونا لكده، ولما بعدنا عنهم فانا عرفنا قد ايه احنا كنا عايشين في انفايرمنت مش طبيعيه. لما ناس بقى بتخطط لك لانجيم اغراض تانية، ازاي اوقع بينك وبينها، وازاي ازق على حد عشان يسجل له مكالمه مش عارف ايه، وامراض ما تجيش في خيالي اصلا. مسكينه اه طبعا مسكينه، مسكينه على فكره، مسكينه لان هي سراوندد باي توكسيك بيبل، دي الحقيقه بقى، دي الحقيقه. وعلى فكره انا اول مره في حياتي اتكلم وبرر، ومش فارق معايا خالص ابرر خالص. اللي عايز يفضل يشوفني كده شوف يا حبيبي، مش انت هتحكم عليا، انا هحكم عليا اللي خلقني.